السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم اكس بلاك حمودي من قناتي. اليوم جايب لكم جيم بلاي بسيط، لعبة فيفا ستريت. اليوم نتكلم عنها، طبعا نخش اول مرة المربع الاول حق المباريات وكذا. طبعا سويت انا الجيم، بس عشان بشكر وحاب اقول منورين 100 سبسكرايب، منورين وشكرا لكم. مدى تسلي مشترك، يعطيكم العافية. على المهم نبدأ أول واحدة اللي هي تلعب 5 ضد 5، الثانية تلعب 2 ضد 2 نظام المهارات وكذا، الثالثة تلعب بملعب كرة سلة، الرابعة تلعب رجل ضد رجل، 4-4 هم يلعبون. كل ما لو سجلت هدف يطلع لاعب، كل ما سجلت هدف يطلع لاعب. هذه ندخل على الأخير، هذه ما أدري حدث وشو، بس ما تقدرين نضبط أنت المباراة وكذا. ندخل واحدة، طبعا أنا عاشق برشلونة عشان كذا بختار الحين برشلونة. بالنسبة عندي كلام بسيط، مات كيلر او ديامي انقهر يا بطل، انا قاعد العب فيفا ستريت وانت جالس تلعب لي بلاك اوبس. ماتوا اللي يلعبون بلاك اوبس كأني وانا نزلت كومنتري زومبي بلاك اوبس. المهم اليوم اتكلم عن اللي طبعا هذين الاعدادات، احب العب صعب، هذا اول هدا سهل، الثانية يعني متوسط كذا، هذا صعب احب العب صعب. طبعا هذه هنا مكان الاعدادات، دقيقة بس خلي تطلع المربع اعلمكم. المربع الاول هذا حق تبدأ المباراة، المربع الثاني حق الخطة، المربع الثالث تختار الملعب، المربع الرابع حق الملابس، المربع الخامس اللي هو حق الوقت حق الصوت واختار اللعبة سهل ولا صعب، تختار الملابس اللي تبغاها من اللي هي تقوم من الاربعة. الحين خلاص خلي اللعبة. بالنسبة عندي كلام للناس اللي سووا لي سبسكرايب، اقول لهم يعطيكم العافية، منورين والله القناة، 100 سبسكرايب ان شاء الله يا رب نوصل 200، منورين القناة. وثاني شيء عندي كلمة لدقش، دقش اخوي حبيبي اي ليجند، دقش اخوي حبيبي وصديقي. هذه طبعا القائمة، الاول واحدة اللي هي كلمة تبديل لاعب، لاعب يصير لاعب مرة يروح قدام، لاعب مرة يرجع ورا، الثانية برضه نفس الحالة، والثالثة لا، لاعب يكون بالهجوم وثلاثة ورا ويساندونه. دقش مبروك الالف سبسكرايب، ادري انه متاخر، ومشكور على دعمك يا صديقي، يعطيك العافيه. والمره الاخيره اقول منورين ال 100 سبسكرايب، ان شاء الله بنوصل 200. المهم المقطع قرب يخلص، لايك زائد كومنت سبسكرايب. وعندي كلمه ثانيه مره، مات كيلر انقهر يا بطل، انا العب كود، انا العب بكود، انا العب ستريت فيفا، وانت قاعد لي كل يوم تلعب لي بلاك اوبس. انا قارد كذا بس جد الجيم كذا انا قارد. المهم لايك زائد كومنت سبسكرايب، 100 سبسكرايب جديدين منورين والله، يعطيكم العافيه عليكم سبسكرايب، ان شاء الله نوصل 200. ودقش مبروك الاب سبسكرايب، طبعا قطعت نص اللعبه لانه كان في تعليق. المهم يلا اشوفكم على خير، السلام عليكم، لا تسجل على الهدف. يلا اشوفكم على خير، السلام عليكم، لايك زائد كومنت سبسكرايب، يلا السلام عليكم.